وصلت اعداد دائره التقاعد نينوى وما يقارب ال 400 الف متقاعد دائره مزدحمه حقيقه يعني قسم من الامور اللي يعني اللي يحشوها الناس انه دائره غير مناسبه لاستقبال هذا العدد او كشريحه متقاعدين نعم دائره التقاعد من الدوائر اللي المفروض تستقبل شريحه المتقاعدين بدائره يليق. مكانتهم اللي كانوا بها قبل ان يحالون الى التقاعد. احنا عدنا بنايه بنايه قيد الانجاز وان شاء الله احتمال بدايه شهر الرابع او بدايه شهر الخامس تكمل وراح نتحول الها طبعا دائره اكبر من هاي الدائره واوسع من هاي الدائره وبالمناسبه نشكر مدير تربيه محافظه نينوى اللي تحملونا كل هاي الفتره هاي طبعا روضه هاي روضه نعم اخذنا شلون مثل ايام من الطلاب الروضه لحل مشاكل المتقاعدين ماكو ما دائره بديله والحمد لله والشكر مشت الامور تمام احب ان ابين انه المعاملات التقاعديه اللي مدى تكمل او سبب تاخير المعاملات التقاعديه ليس سبب, سبب, دائره التقاعد يعني قد يتحملها دائره المتقاعد جزء من المية لان اعداد كبيره او نقص كادر مسيطرين على هذا الزخم مثل ما عاد تشوفون احنا سابقا كنا يوم نشتغل يوم عسكري يوم مدني لكن الغى هذا الامر قبل فتره يعني الحمد لله والشكر احنا مسيطرين لكن الموظفين متعبين جدا صح عندنا نقص كادر لكن بصراحه يعني موظفي تقاعد نينوى او كصندوق تقاعد محافظه نينوى ابطال حقيقه احنا جميع الدوائر يمكن يداومون 50% او سابقا كان يداومون 50% او ربما التعليمات الجديده حسب وزاره الصحه او التعليمات الوقائيه انه يمكن 50% لكن دار التقاعد يداومون 100%، ما نسيطر على الشغل لان ما عندنا موظف بديل. يمكن بدايه اللقاء حدثت لي عن تنظيم هويات تقاعدية احنا تنظيم هويات التقاعدية, التقاعدية تنجز كل قسم عندنا ضحايا الارهاب معاملات الشهداء والمصابين تنجز بقسم ضحايا الارهاب التخصيص الاساتذه تنجز بشعبه التخصيص كذلك تحويل الرواتب المتغيرات المتوفين الى الاسر ايضا البالغين او الامور الاخرى المتغيرات ده تنجز الهويات ايضا من قسم المتغيرات بالنسبه للمتراكم يعني الحديث مسأله المتراكمه يعني عمر... هو حديث الشارع متراكم ضحايا الارهاب، احنا سبب عدم توفير التمويل المالي بهيئه التقاعد الوطنيه طبعا اكيد يؤسف هيئه التقاعد الوطنيه يعني صرف الفروقات لكن احنا حسب تعليمات رئيسة التقاعد الوطنيه المحترم تعليمات هيئه التقاعد الوطنيه بدينا نصرف من شهر الواحد 2020 يعني حسب الجدول حسب الأسبقية يعني آه يعني آه مثلا بدينا من شهر الواحد الثاني 2020 الثالث 2020 اسبقيه أك, أك اسبقيه اللي استلموا كاول راتب تقاعدي حسب التمويل المالي اللي ده تجينا من التقاعد الوطنيه يعني بدها تمشي الامور معوقات باستثناء ما ذكرت البنايه ما تستوعب لا الموظفين ولا المراجعين المو هي مو مسألة معوقات يعني آه يعني مجرد يمكن آه ما كملت لك اسباب اخرى سبب تاخير المعاملات آه احنا بدنا نطلب صوره قيد نفوس صحه صدور معاملات كتب اخرى تدقيق امني هاي الامور اللي تتاخر خارج تقاعد نينوى اما كداخل تقاعد نينوى ما اعتقد تتاخر المعامله لاكثر من قد يكون اسبوع او اقل او اكثر كم يوم